باشر مجمع نينوى لتسجيل المركبات وإجازات السوق بالمباشرة بتسجيل المركبات ذات المانيفيست لأول مرة ومعاملة نقل الملكية بالنسبة للمركبات السنوية العظم للمشروع الوطني، ويكون المراجعة عن طريق النافذة الإلكترونية. يعني المواطن ما يراجعنا بسبب جائحة كورونا وللسيطرة على الزخم بأمر من السيد العام ومدية المرور العامة، قمنا بفتح النافذة الإلكترونية. المواطن اللي يقوم عن طريق الانترنت بحجز تسلسل له وتأتي له رسالة على الموبايل ويحدد له اليوم اللي راجع به المديرية. هل شنو اللي يمشي المعاملات؟ هل اكو منح اجازة السوق ام متوقف؟ شنو السبب؟ حاليا كمرحلة أولى حاليا تسجيل مركبات المانيفيست اللي ما تحمل لوحات، تسجيل مركبات الشركة العامة للسيارات، الفحص المؤقت، تسجيل المركبات التي لوحاتها خضراء والسنوية بيضاء، الفحص مؤقت تسمى، أيضا تسمى تسجيل لأول مرة، وكذلك نقل الملكية. حاليا الإجازات متوقفة، هي يعني إن شاء الله بالأيام القادمة راح نباشر شوي شوي بالإجازات وإعادة تسجيل المركبات كذلك، بسبب حسب يعني الظرف الراهن حاليا بسبب جائحة كورونا. شو رسالتكم للمواطنين؟ والله الصراحة رسالتنا للمواطنين، المواطنين كانوا ينجدون خلال فترة التوقف بأنه فتح المرور لتسجيل المركبات، لكن نلاحظ يعني يومية تتصلنا 100 اسم احنا من المديرية العامة في بغداد، لكن المواطنين قلة المراجعين، يعني يومية 20 إلى 30 مواطن، يعني عزوفهم على المراجعة ما نعرف الأسباب ليش. يا ريت كل من تجي الرسالة أنه يجي ويسجل سيارته، ليش احنا ثاني يوم يجينا أو ثالث يوم يصير تكدس عندنا بالأيام القادمة؟ فنناشد المواطنين إذا جتك الرسالة بنفس اليوم توجه للمديرية، وإذا جانا الصبح وخلص المعاملة يأخذ السنوية والرقم في نفس اليوم. الحمد لله المعاملة تجري سلسة، وعندي ترقيم سيارة منافيس، فبارك الله بجهودهم والأخ السيد عقيد عز الدين مدير مشروع الوطني، والأمور بدها تمشي يعني بسهولة وطريقة سلسة، وتعاونون الأخوة الضباط ويانا والمفوضين، والحمد لله والشكر. يعني صار لي يومين، اليوم ان شاء الله اكمل. شلون صارت آلية التقديم؟ عن طريق الرساله الالكترونيه، عن طريق الموبايل، وحجز على موقع المرور يدزوا لي رساله. طبعا طول الحجز مالي اول من فتح التسجيل يقارب اسبوعين، وجتني رساله 10/8 زين، ومشيت بالاجراءات الروتينيه وما شاء الله الامور. راسًا جيت وعلى الحاسبه وسوي لي تاشيره، ويعني الحمد لله ماكو زخم، والاساتذه الضباط هنا والاخ علي قيد عز الدين مدير المشروع الوطني، تسهيل امور الحمد لله، وحفاظا لسلامتنا وسلامتهم. موظفين جيدين، ما شفنا منهم غير الزين، وينجزون المعامله الصحيحه. ايش عندك انت اليوم؟ والله عندي معامل هنا يسوون كتاب البغداد وفي امان. شلون الاجراءات؟ اجراءات والله اجراءات زينه، بس هم اللي عليهم يمشون، بس الاجراءات من بغداد ما يعرفون. انا تجيهم هم يشوف حسب الكتاب اللي يجيهم يسوون. عملت الكادر وياك. الكادر حيل زينه. والله دائره ان شاء الله بخير، بس انفتح. سابقا زينه وهسه زينه. بس نريد علاج للقراج. السيد المحافظ فتح يوم 22 ها، والكاهل الاكبر والتعب يا تلزم من المسؤولين هنا يقول لك ما لنا علاقه. القراج مال باب الطوب، والكاهل الاكبر واقع على المرور. المرور جهه تنفيذيه، ها كل الاشكالات والمشاكل متحملتها اكثر المسؤولين محافظه نينوى. اليوم ايش عندك انت اليوم؟ انا عندي مراجعه، قالوا اكو مراجعه. اجينا هنا كتاب فحص سياره من بغداد صار لها 6 أشهر، والاخ بشار ده يخمنا اياها. شلون شفت المعامله؟ والله المعامله زينه، المعامله بس بالمشروع الوطني ده تشتغل. اللي عنده مراجعه موجوده بها كتاب ينطونه، ماكو كتاب ما ينطونه.